السلام عليكم ورحمة الله طلاب، مختبرنا اليوم عن الفوليتايل أويلز اللي هي الزيوت الطيارة. الفوليتايل أويلز is a concentrated hydrophobic liquid containing volatile chemical components from the plant. فبالتالي هي a hydrophobic liquid، يعني شنو؟ يعني غالبا ما تكون non-polar. سببها احتوائها على chemical components اللي بداخلها هي اللي تعطيها الخاصية الفوليتايل. ليش تكون فوليتايل؟ لأنه يصير لها evaporation when exposed to the air at a room temperature, so it's called as a volatile oil. زي ليش يصير لها evaporation بالroom temperature ونطيناها هاي التسمية مال volatile oil؟ وذلك بسبب لأنه boiling point مالتها يكون قليل، فبذلك يعني تتبخر بسرعة وتتطاير بسرعة بدرجات حرارة متوسطة. So also called as essential oil or ethereal oils because it's responsible for the present of the essence in the plant. The volatile oils are a colorless. يعني عادة هي تكون colorless إذا كانت fresh، لكن إذا تركناها standing for the long time ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها oxidization. هذه الoxidization راح تعطيها darkening بالكلام، فعلى مود احافظ على الvolatile oils انه لا يصير لها oxidization ولا تكتسب الdarkening color. شلون احافظ عليها؟ بالstorage مالتها، نحافظ عليها بالstorage مالتها. شروط الstorage مالتها تكون cool dry place tightly stoppered and preferable full amber glass container containers. إذا شلون نحافظ عليها؟ لازم نسوي لها storage cool dry place، حافظ عليها بمكان بارد درجات حرارة قليلة dry place إنه حتى أمنع عنها الرطوبة، وكذلك الكونتينرات اللي أحافظ على الفوليتايل أويل بداخلها تكون مغلقة تماما وتكون معتمة وتكون glass. All official volatile oils are vegetable origin, normally pre-exist in the plant, stored in special secretory tissue, oil glands or oil cell and glandular hairs. The oil of the bitter almond and the oil of the mustard غالبا منين يجيني هذا للنبات؟ احنا هسه ايش قلنا؟ قلنا الفوليتايل اويل اللي موجودة بالجزء الخضري من النبات عادة وين تكون مخزونة؟ مخزونة يا اما بسبيشال سكريتوري تيشيو or oil glands or cells or and or glandular hairs. بينما الاويل اللي موجود بداخل البتر الموند اند الماسترد منين احصل عليه؟ اذا تتذكرون بالكارديو اكتف من حكينا بالانزيمات، نحصل عليه after the hydrolysis of their glycoside. الجلايكوسايد الموجود بالبتر الموند من يتحلل بوصول بوجود المايرونيز والتايروسين انزيم حتى يرجع لي الى جلايكون، وجلايكون راح يؤدي الى ليبريشن اوف ذا الاويل اوف ذا بيتر المونت. فيزيكال اند كيميكال بروبرتيز، هذا السلايد كان ما موجود من شرحت لكم اياه اونلاين، ضفت لكم اياه. الفيزيكال بروبرتيز اللي هن قلنا يصير لها ايفابوريشن وين اكسبوزد تو ذا اير ات اوردينري تمبرتشر، ذيرفور they are called as ethereal oil or essential oil because it's responsible for the odor and or the essence of the plant. لذلك تسمى essential oils. This is immiscible with water. احنا قلنا is a hydrophobic oil, concentrated hydrophobic oil. So it's immiscible with water, soluble when بالإيثر and the most organic solvent. Chemically, chemical properties إلها إنه it's depend upon the it's are two class depend on biosynthetic subunits. مثل ما شرحنا قلنا إنه هي يا أما تيربينويد يا أما تكون أروماتيك. التيربينويد اللي هي من جاية من الميفالونيك أسيد pathway, it's derived from the mevalonic acid pathway, while the aromatic volatile oil تجي من الشكميك أسيد pathway or there as a phenyl propane. إذا نريد نقارن بين الفوليتايل أويل والفيكس أويل، هاي زيوت طيارة هذيك زيوت ثابتة، شلون نقارن بيناتهم؟ أولا بالستركتشر مالتهم، هاي ذي تكون يا أما تيربينات يا أما فينيل بروبان اعتمادا على الباثوي اللي derived from it، قلنا يا أما ميفالونيك أسيد باثوي أو شيكيميت باثوي، بينما الفيكس أويل تكون جليسرايل إستر
volatile oil بما انه هو volatile so we can get it by this steam distillation, بينما الفيكسد اويل ما نقدر نحصل عليه بطريقه الديستليشن. اذا جبنا فلتر بيبر وحطينا سبوته من الفوليتايل اويل ما راح يصير عندنا بيرمننت سبوت, بينما اكو بيرمننت سبوت راح نشوفها بالفيكسد اويل اذا حطيناه على فلتر بيبر. الفوليتايل اويل كان نوت بي سابونيفاي بينما ذاك كان بي سابونيفاي وذ الكلاين. قلنا يتعرض للاكسده, يتأكسد يصير له oxidization and rancify يصير مثل الرزن, يعني مثل يتجمد يصير مثل الرزن. بينما الفيكسد اويل اللي فيكسد اويل اللي هي مثلا الاوليف اويل الماسترد والكوكونات اويل زيت الزيتون ماستر حتى زيت زهرة الشمس او عباد الشمس يصير rancidity بيه. rancidity اللي هو تقريبا يعني يقوم ينطي bad odor بيها when exposure to the air and sunlight, من الزيوت مبين نعرفها احنا حتى الزيوت اللي نستخدمها بالطبخ من تنترك بالشمس تخرب يصير بيها rancidity. example عليها على volatile oil هي الكلوف اويل اللي هو القرنفل والمنثول والبيبرمنت اويل, بينما على الفيكسد اويل example عليها الاوليف والماسترد والكوكونات اويل and others. وين استخدمهم؟ عندها therapeutically الكالبتس اويل استخدمه بالانهيليشن, بيبرمنت اويل ممكن استخدمه اورالي وتدخل في صناعات صيدلانية مثل الجارجلز اند الماوث ووش مثل الثايمال اويل. ترانسديرمالي ممكن استخدم اللافندر والروزماري also as يعني نكملها ويا therapeutically ممكن نستخدمها as antiseptic due to their phenols مثل الاويل اوف ثايم. الثايم هو الزعتر, الفينول كومبوننت قلنا شنو من جاية من شكميت باثوي, فإذا هي أروماتيك كومبوننت فتكون أروماتية so can used as antiseptic also can used as preservative. ممكن نستخدمها as antispasmodic مثل الجينجر والروزماري والبيبرمنت أويل والأروما ثيرابي. flavoring components such as the oil of the limon when the production of the perfume مثل ال oil of the rose. chemical composition حكينا قلنا التيربين derivative أكو وأكو aromatic component. تيربين derivative قلنا يجي من الميفالونيك أسيد باثوي, so نقدر نعتبره إنه هو الستركتشر ماله غالبا إيش راح يكون, راح يكون نون بولر, بينما اللي جاية أروماتية من الشكميك أسيد باثوي تكون بولر ستركتشرالي. The terpene derivatives إحنا قلنا التيربينات شنية ال unit اللي نبدي بيها هي الايزوبرين unit. الايزوبرين unit اللي هي C5 unit, لما يصير عندي تفاعل بين عدة unit C5 إذا تفاعلت 2 C5 unit 2 isoprene unit راح يحول ليها إلى مونوتيربين اللي هو C10 unit. المونوتيربين C10 unit هو أكثر مكون للفوليتايل أويل, يعني الفوليتايل أويل أكثر مكون إلى ممكن شي يكون المونوتيربين اللي هو C10. بينما إذا example عليها الليمونين and المنثول, إذا كان derived from the shikmic acid pathway اللي هي من الأروماتيك component راح يكون مثل الفانيلين. shikmic acid pathway اللي هي الفينل propanoid root. مثل ما قلنا many volatile oils are largely monoterpenoid, يعني شنو؟ يعني C10 المونوتيربين هي 10 ذرات كربون بها produce reaction between two isoprene units by enzymatic reactions. راح نجي نشوف هنا biosynthesis of the volatile oil. قلنا هاي الايزوبرين يونت اللي هي C5 1 2 3 4 5, دائما C5 هي تحتوي على 2 دبل بوند. طبيعة عملية الانتراكشن بين السي الايزوبرين يونت نفسها تكون تابعة أو تخضع لرول معينة نسميها isoprene rule. هاي الرول هي إنه الهيد of the one isoprene unit يرتبط ويا ال tail of the second isoprene unit, أو ممكن شنو نطلق عليه نسميها هي called as head to tail or one for link. هاي الرول هي ثابتة لعملية الاتحاد بيناتهم مثل هنا أنا إذا تلاحظون. فإذا تلاحظون هاي هنا 1 to 4 1
to four head to tail. طبعا هذا الاتحاد بين C5 و C5 سوانا مونوتيربين اسمه. احنا قلنا المونوتيربين C10، سيسكويتيربين C15، ترايتيربين الدايتيربين C20، والترايتيربين C30 وهكذا. فأغلب الفوليتايل اويلز ستركتشرالي تكون شنو مونوتيربين، يعني 10 ذرات كربون. هاي إذا تحسبوها، إذا تشوفون هذا الستركتشر اللي هو سايكليك، 1 2 3 4 5 متحد ويا 1 2 3 4 5، إذا هذا C10. فرق بيناتهم إنه أكو من المونوتيربينز يكون سايكليك وممكن يكون لينير بيناتهم، هذا سايكليك وهذا لينير. عموما الأغلبها تكون جاية من مونوتيربين. هي تكون هاي مثل ما تلاحظون الستركتشر مالتها يكون نون بولر، مشبعة بالهيدروكربونز، بينما إذا كانت أروماتية تحتوي على فينوليك groups، so it's fixed polarity أكثر من عندها. So generally the volatile oils contain drugs are divided into the following class. إيش قلنا إحنا؟ قلنا ممكن تكون hydrocarbons اللي هي تكون cyclic or linear acyclic. ممكن تكون volatile oil تحتوي على كحول group، ممكن تحتوي aldehyde, ketone، فينول والفينوليك ايثرز، هذني الفينولات اللي هما جايه من الشيكميك اسيد درايف، او تحتوي على الاوكسايد اللي هو ذره اكسجين مربوطه بآصرتين بذره كربون وحده، ممكن يكون استر. الهوم وورك مالتكم عباره عن هذني الكلاسات اللي موجوده من الفوليتايل اويل. اريد كل 5 طلاب ياخذون واحد من عندهن، يجي يقول لي مثلا، يروح ينطيني الهومورك ماله مثلا على الكحول volatile oil. volatile oil اللي structure مالتها يكون حاوي على الفانكشنال جروب اللي هو الكحول، ينطيني example عليه. مثلا فرضا اجي اقول الفانيلين، مثلا الفانيلين ايش يحتوي؟ هذا الفانيلين يحتوي على مثلا aldehyde structure ماله. تقول لي اسم الاويل واسم النبات، اسم العائلة مالته، وترسم لي الستركتشر ماله، وتقول لي هذا يا نوع، يعني aldehyde or derived from where، mevalonic acid pathway or shikimate pathway، يعني شيء كلش بسيط. تختارون واحد مثلا الكحوليك volatile oil، ترسم لي الستركتشر مالته، الاكزامبل مال، يعني تعطي اكزامبل وترسم الستركتشر وتعطيني اسمه واسم النبات ماله والفاميلي، يعني فد معلومات هيك هيد بوينت كلش قليل عليه. كل 5 طلاب يشتركون ب كل 5 طلاب يشتركون ب بهوم وورك، بالهوم وورك نفسه، يعني ياخذون واحد، تاخذون كلاس واحد و5 طلاب يكونون بي موجودين. مو الا تسلمون يا اسبوع الجاي، اسبوع الجاي اكو اورال بالفوليتايل اويل واكو كويز بالتانين، ممكن تسلموه بالاسبوع اللي بعده ان شاء الله اذا الله راد، اللي هو الوقت اللي يكون بي عندكم الفوليتايل اويل بيكوز. واضح؟ كل 5 طلاب ياخذون كلاس واحد ويعطوني اكزامبل عليه والديتيلز مال الاكزامبل بريفلي. شلون احصل على الفوليتايل اويل؟ احنا كل الشرح اللي شرحناه بذيك المختبرات كنا طرق الاكستراكشن العاديه، يا اما هوت يا اما كولد، ماسريشن، ديكوكشن بالسوكسيليت نسويهن بطرق تقليديه. هنا عندنا الفوليتايل اويل يعني يزيو الطياره قلنا وتنفقد بالحرارة، فلازم نحافظ عليها بطريقة معينة. أفضل طريقة إنه نحصل عليها وهي كلش مودرن تكون هي الستيم ديستيليشن باستخدام جهاز الكلافنجر. This method is applied to fresh plant such as the peppermint leaves مثلا. هذه ناخذ الفريش بلانت ونسوي ستيم ديستيليشن نحصل على الأويل. هسه راح نجي نشرح في السلايد القادم الجهاز اللي نحصل من عنده الأويل عن طريق الستيم ديستيليشن. الميثود مال الإكسبرشن is the most commonly used for the extracting the essential oil from the citrus fruit، الأورنج، الليمون، والجريب فروت. الطريقة الثالثة هي الإنفلوريج ميثود، هاي طريقة كلش قديمة كانوا يستخدموها سابقا. شنو يعني شلون يستخدموها؟
يجيبون فريمة خشب، يعني تبليتة خشب يجيبوها، ويجيبون دهون حيوانية animal fat يفرشوها، يشبعون هاي الفريمة، الفريمة اللي هي يعني شلون الإطار مال الصورة، يجيبوها مثل البيها شبكة يشبعوها، يغطوها كلها بانيمال فات. ورا ما يغطوها بانيمال فات يروحون يجيبون شنو، يجيبون الورد مثلا. الوردة هاي تحتوي على فد فوليتايل اويل، اريد اخذ هذا الفوليتايل اويل، شي يسوون، يجيبون يشبعون الانيمال فات بالفلور، يشبعون الانيمال فات بالفلور، فراح يصير كمية هائلة من عنده. فش راح يصير هذا الانيمال فات؟ راح يصير سوبر ساتوريتد بال اويل، بالاروماتيك اويل اللي موجوده، راح تنحبس الاروماتيك اويل وين؟ بداخل هذا الفات. وراها ايش راح يجيبون؟ راح يجيبون كحول، يستخدمون مواد يذوب به هذا الاويل. فهسه ايش سووا؟ هم سووا من حطوا الورد، حطوا الورد على الانيمال فات، راح يبدي ينتقل الاويل. منين ينتقل؟ من الورد، من اوراق الورد، ويروح وين؟ يروح للفات. ليش؟ لانه هو هايدروفوبيك، فيذوب ويا الفات، راح ياخذ الفات كله يذوبه بيه داخله، والاوراق خلاص طلع من عندها الاويل. وراها شي يجيبون كحول، كميه من الكحول يذوبون بيها الاويل، فراح ينتقل الاويل من الكحول، الاويل ينتقل للكحول من الانيمال فات. بس هي عمليه صعبه وتستهلك سولفنت، وبعدين لازم يقعدون يفصلون الاويل من الكحول اللي ذاب بيه، فعمليه كلش قديمه هي، ما تستخدم حاليا. الطريقة الرابعة هي انزيماتيك هيدروليسيس. قلنا منو اللي نحصل عليه عن طريق الاويل؟ اللي نحصل عليه بطريق الانزيماتيك هيدروليسيس هو الماسترد اويل والبتر الموند اويل، نحصل عليه ورا ما يصير هيدروليسيس للجلايكوسيديك للجلايكوسايد اللي موجود بيها، راح يسوي لي لايبريشن اوف ذا فوليتايل اويل. الانزيمات هي كانت الميرونيز والتايروسين انزيم. سولفنت اكستراكشن، هذه طريقة كلش كوستلي تو ان ذا بيرفيوم اندستري. شلون يسووها؟ يستخلصوه وياخذوه بواسطة السولفنت، وبعدين يقعدون يفصلون السولفنت عن الاويل، فهي فد طريقة كلش صعبة يعني. هذا الابريتاس اللي استفاد منه بالستيم ديستيليشن، اللي هو احنا هسه كل استخدامنا بالفوليتايل اويل نستخدمه، اللي هو الكلافنجر، موجود بالمختبر الاسبوع القادم ان شاء الله نشوفكم اياه. نجيب مثل هنا ما موضحين، هذا هنا يحطون هيتر، لي جوا هيتر، وهنا هذا الراوند بوتوم فلاسك نحط بيه الفريش ليفز مثلا مال النبات اللي حاوي على الفوليتايل اويل، وهنا مربوط بهذا الكلافنجر، والكلافنجر مربوط بالكوندنسر اللي هو شغلته يبرد، هنا حار هنا بارد، فيكثف لي وينزل لي الاويل بداخل هذا الجزء من الجهاز، وبعدين نبدي نفصله. طبعا شو نحط على نحط مي ويا الليفز، نحط مي بداخل الراوند، ونشغل الجهاز على حرارة معينة، بس يبدي يغلي وراها نصيها، ابد ما يصير نحطه على حرارة عالية، لان احنا اللي نريده هو ستيم ديستيليشن، حرارة ناصية تبدي تبخر ليها حتى لا افقد الاويل. اذا تلاحظون هذا الجزء هو هنا انا راسمي لكم اياه من جديد، هذا الجزء اللي راح ينزل لي بيه، راح ينفصل بيه الاويل، راح ينزل مي وينزل اويل وياه. في حالة كان الاويل اثقل من المي، فوين يتجمع الاويل؟ يتجمع هنا، هذا حرف الاي، هذا مكان تجمع الاويل في حال كان اثقل من المي. بالاتش راح يتجمع لي شنو؟ يتجمع المي اللي هو المفروض يكون اخف من في حالة الفوليتايل اويل كان ثقيل، يعني هاي دينسيتي. نفتح هذا السدادة، نفتحها من هنا، نجيب بيكرين، بيكر ننزل الطبقة السفلى اللي هي الفوليتايل اويل، والبيكر الاخر ننزل بيه المي. في حال كان العكس، الفوليتايل اويل الدنسيتي مالته قليلة، فراح تصعد لفوق وينزل الووتر اللي جوا. فهاي هي افضل طريقة حاليا for qualitative and quantitative estimation of the oil. لهنا أنا شكرا جزيلا، أتمنى يكون واضح، وأي سؤال تقدرون راح أنزلكم إياه على الكلاس وتقدرون تسألون. شكرا جزيلا.